تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. سقطه مهنيه من مدحت شلبي تجاه جماهير النادي الاهلي واداره النادي الاهلي وكابتن الخطيب. السقطه دي بتتلخص في انه استضاف شخص او صحفي مغربي دائم التطاول على النادي الاهلي وعلى كابتن الخطيب على حسابه في الفيسبوك او على صفحته الرسميه في فيسبوك. الصحفي ده تابع لنادي الوداد او بيشجع نادي الوداد، يعني انا معرفش انتمائه لنادي الوداد ولا لنادي اخر، ولكن بكل جوارحه بيهاجم الكابتن خطيب باسلوب رخيص وباسلوب متدني، يعني لا يليق بصحفي المفروض ان هو يبقى محترم وبيمثل بلد محترمة زي المغرب. احنا بيمكن كل احترام لاخواتنا في المغرب، حتى جماهير الوداد اللي مفيش بيننا ما بينها تآلف او بيننا ما بينها تآخي، احنا ما بنتطاولش عليها ولا بنهنها ولا بنوجه لها اي اساءة من الاساس. احنا بتربطنا علاقات وطيدة فعلا بنادي الرجاء المغربي، نادي الرجاء العالمي، نادي الرجاء المحترم اللي جماهيره بتبقى تاج فوق رؤوسنا. ايا كان بيبقى في خلافات في ماتش، في لعبة، في تصريح، لكن في النهاية في تآخر وفي علاقة وطيدة ما بين إدارة النادي الأهلي وإدارة نادي الرجاء، وإدارة النادي الأهلي والرجاء في تآخي ومحبة من زمان، وعلى مستوى الجماهير كذلك جماهير النادي الأهلي مع جماهير الرجاء في تآخي وفي يعني احترام متبادل من فترة طويلة. جه جمال الصحفي المغربي ده، جمال الصيفي أو جمال الصيف ده، ابتدى يتطاول ويتناول الكابتن خطيب باسلوب رخيص عشان النادي الاهلي بيطلب بحقه وبيطلب ان هو عايز تذاكر وعايز تامين للبعثه بتاعته اللي خاصه بالجماهير، تامين الجماهير في المغرب. المغرب دي بلدنا، مش هقول لكم التاني، لا دي بلدنا الاول والتاني والتالت والعاشر. المغرب دي يعني بصوا يا جماعه عشان بس نبقى ايه متفاهمين كده وما ندخلش في الجدال. المغرب وتونس والجزائر، الجزائر اخواتنا وحبايبنا، وفلسطين والسودان، كل دول اشقاء فوق دماغنا. طول ما انت ما بتتناولنيش انا باي اساءة، ثق تماما ان انا هبادلك بكل حب وبكل احترام. انما لو انا لقيت منك اساءة، طبيعي ان انا هرد عليك باساءة. عمري انا مثلا ما اقابلك باساءة وانت هتسكت لي، لا هترد عليا بنفس الاساءة. لو انا بحترمك هترد عليا باحترام. بنحترم المغرب والجزائر وتونس والامارات وقطر، كل الدول العربية بنحبها وبنحترمها، لكن تتناولني وتقل ادبك عليا، لا ده انا هديلك فوق دماغك ومش هسكت لك. مدحت شلبي استضاف صاحبنا ده الدائم الهجوم على النادي الاهلي. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف التقرير بتاعنا ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. بس ما تنساش عزيزي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو. لو اول مرة تشوفني، اول مرة تخش قناتي، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على قناتنا، قناة الاهلاوية على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف التقرير ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا، يلا بينا. سقطة مهنية من مدحت شلبي باستضافة جمال سطيفي، ده صحفي مغربي، وعلى الرغم ان احنا بنكن كل الحب وكل الاحترام للمغرب والاهل المغرب اخواتنا و أصدقائنا وأشقائنا، إلا إن هذا الصحفي يعني تطاول بشكل سافر وبشكل غير محترم على الكابتن الخطيب، بداية من صعود النادي الأهلي لنهائي البطولة، ويعني فوز الأقجع واللي عمله والأسلوب الرخيص اللي عمله مع النادي الاهلي في ان هو يعني يطبخ مع السنغال وبعد كده السنغال تنسحب ومسلسل هابط وكده. احنا هندخل في البوستات طبعا. هو في المداخله ما قالش حاجه يعني تدينه، ولكن احنا هنجيب الاكونت بتاعه على الفيسبوك. شوف يا فندم كاتب ايه والاسلوب، شوف الاسلوب المتدني. هو ما عرفش ان الصوره دي تركي الشيخ رايح يصالح كابتن خطيب بعد الأزمة اللي كانت ما بينهم في البداية. قال لك بلاغ أهلي محمود الخطيب أقل ما يوصف به أنه قليل الأدب، بيقول البيان قليل الأدب، تمام، خصوصا في الشق المتعلق بالتأشيرات حيث طالب بالحصول على نصف البطاقات الاستيعابية للملعب ومنحه 22,000 تأشيرة والرد
عليه خلال 72 ساعة من طرف السلطات المغربية. أهلي محمود الخطيب يريد أن يتدخل حتى في القرارات السيادية للمغرب، هذه قلة أدب واحترام. لا، اللي قليل الأدب هو حضرتك يا أستاذ جمال، مش النادي الأهلي. ليس ذلك فحسب، فالبلاغ يتحدث كذلك عن توفير السلامة الأمنية للبعثة في قلة احترام وتكرار للمرة الثانية. أنا عايز يعني الجماهير بتاعتي تبقى آمنة سالمة غانمة، ده أنتوا ليكم أحداث وجمهور المغرب والشغب الأخراني واللي حاصل ما بين الجماهير وبعضها واقتحام ملاعب، وان في ده حتى الماء حتى الـ ده الـ بتاع الاتحاد الافريقي موقع عليكم عقوبات مع ايقاف التنفيذ. يعني اللي قليل الادب مش النادي الاهلي ولا كابتن خطيب، لا، القليل الادب هو جمهوركم، والقليل الادب كمان هو حضرتك ان انت بتخاطب اسيادك بهذه الطريقه. يسكت؟ لا، ما يسكتش، يروح عامل بوست هذه شروط اللعب النهائي الكابتن الخطيب، يعني يعني بتريقه. تجاوز اهلي محمود الخطيب كل الحدود ولم يعد الخطيب يصدر البلاغات، فالرجل اضحى يعني يتقيأ، فالرجل اضحى يتقيأ يعني بيرجع اي شيء ليذبحه في بلاغاته المضحكه التي تشبه بلاغات الحكام العسكريين في الانظمه الدكتاتوريه. الخطيب المفوه الذي لم يعد يحترم سيادة البلدان، والذي يريد أن يحول مباراة في كرة القدم إلى حرب، ويحتاج إلى من يشرح له أن قيادة نادي الكرة القدم أو نيادة أن قيادة نادي أو ناد لكرة القدم مسؤولية جسيمة جدا، وأن المسؤولية الناجحة أن المسؤول الناجح ليس من يجد النواحي ويجد البكائين، يعني انا في كلام كده ملعبك، البكائيات الا ويجيد البكائيات او البكاء ويتحول الى قائد الترا وليس رئيس نادي. متى كان رئيس نادي يعطي اوامر لدولة باستضافة 22 الف تأشيرة والرد على كل الطلبات في 72 ساعة؟ ومتى كان رئيس نادي يصل الى هذا الحضيض وهذه، والله ما حد سافر ولا منحط غيرك. لقد نجح ملف نهائي العصبة في كشف الوجه المظلم لمحمود الخطيب، حيث الخبث والحقد ونفث السموم والتطاول على البلدان. أولا الكابتن خطيب بيخاطب الاتحاد الأفريقي، ما بيخاطبكش أنت ولا بيخاطب المغرب. أنت بقى إيه اللي وجعك من الكابتن خطيب؟ هي جماهير الوداد دي عمرها ما تنضف أبدا، عمرها ما يبقى عندها احترام لنفسها واحترام لذاتها، ولا المشجعين بتوعهم ولا الإعلامي بتوعهم ولا الصحفيين بتوعهم. تخيلوا ده اسلوب متدني في الحوار واسلوب قذر في الطرح، ازاي يقل ادبه على رئيس نادي افضل نادي في الشرق الاوسط وفي افريقيا بهذا الاسلوب الوقح، ويجي مدحت شلبي يستضيفه؟ يسكت؟ لا، ما يسكتش، يبتدي بقى يعمل ايه، يعمل يعني حاجات زي ايه، زي اللي حضراتكم شايفينها دي، يعني اقل ما يوصف عليها انها يعني انا مش عارف اقول لك. المطلب الساعة المطلب السابع مجموعة ساعات فاخرة في اسقاط على النادي الاهلي، والهدايا بتاعت الخطيب والهدايا. يا حبيبي انت ما بتفهمش، بس ما ده بقى اسلوب مرتضى منصور اللي وصل بعد الحدود. ليه احنا كنا بنطالب بان مرتضى منصور لسانه يتقطع ويتحبس؟ علشان الكلام اللي كان بيقوله والهراء اللي كان بيقوله تصدر في المشهد الخارجي، واحد زي كده يطلع يشتم على كابتن خطيب ويتريق على كابتن خطيب. بس انا عايز اقول لك على حاجه، ملخص موضوع الساعات، الكابتن خطيب كان داخل الانتخابات، جه ترجي الشيخ عرض عليه ان هو يمول الحمله كخطيب، وافق الخطيب نجح. بعد كده ادى اهدى الرئاسه الشرفيه لتركي الشيخ، تركي الشيخ ادى هدايا ساعات لكابتن خطيب ومجلس الاداره. وبعد كده لما حب يتدخل في قرارات مجلس الاداره، اجيب مدرب اجيب مش عارف ايه، قالوا له لا ما ينفعش وبتاع، ابتدى يهلفط بالكلام وابتدى يلقح بالكلام. انا جبت لهم، انا وديت لهم، قالوا لهم اتفضل يا حبيبي ادي الساعات بتاعتك، فتح يا مصر مش عايزينها. انتهى موضوع الساعات والامر انتهى. واحد جاب لي هديه، قال لي القص، قال انا جبت لك هديه، خد هديتك على الجزمه بس، انتهى. انت بقى بتقول ساعات وما الساعات ليه؟ ده اسمه نوع من انواع قله الادب، نوع من انواع عدم الاحترام لشخص زي كابتن الخطيب. قال لك الشرط السابع 9 ساعات هدايا ثمينه لمحمود الخطيب، 5 مش عارف ايه و4 ايه.
هذه الشروط للعب النهائي في الدار البيضاء. اللي انا عايز اقوله بس للاخ جمال ده، ادي صورته، ادي صورة الاخ جمال اهي، ادي صورته، ده هو ده هو ده ابو لسان زفر. معلش يعني، هو حضرتك لما تيجي تلعب في مصر مش هتطلب ان انت تبقى مؤمن داخل مصر وداخل الاستاد؟ مش هتطلب عدالة في توزيع التذاكر وانت اصلا مش طرف فيه، مش طرف اساسي او صاحب ارض؟ يعني انت اصلا ضيف واحنا ضيف، احنا الاثنين ضيوف على الرغم ان الارض بتاعتك والملعب بتاعك والتذاكر بتاعتك. لعبة غير محترمة من الكاف، وفوز لقجع عارف يخدمكم كويس، بس احنا عندنا بهاني بوريدة نايم على بطنه، نايم على بطنه، ما بيعملش اي حاجة، منبطح. فاحنا بنطالب يعني النادي الاهلي يبقى فيه رد على هذا الشيء، رد على هذا البني ادم اللي تطاول بشكل سافر على كابتن خطيب. احنا بنمتلك من الادب اللي يمنعنا ان احنا نرد عليه بنفس اسلوبه، ولكن هو تخطى كل الحدود وكل الاحترام لنفسه وللاخرين. بس العيب مش عليه، العيب على مدحت شلبي اللي استضاف الاشكال دي، اللي يعني من هدفها او من اهدافها قله الادب واثاره الراي العام. انا لما اطلب بحقي ما تزعلش انت، انت بتعيط ليه؟ بتعيط ليه لما نطلب حقي؟ انا طالب البعثه بتاعتي تتامن، طالب اللي الجماهير بتاعتي تتامن، طالب مقاعد زيك، انت ايه المشكله؟ تعال العب يا عم في الجزائر، تعال العب في المغرب، في تونس، تعال العب في اي بلد انت عايزه. ليه حطيتني العب في المغرب؟ هتقول لي ده هم تقدموا وما فيش حد قدم. لا معلش، انتوا قدمت انت والسنغال وبعد كده انسحبت السنغال باتفاق معاك. ما هو العيب علينا احنا برضو على الاتحاد المصري لكرة القدم اللي مش فاضي غير لاحتواء نادي الزمالك، ويجيب عصام عبد الفتاح يقعد يطبطب على الحكام بتوعه بعد ما احتوى الزمالك. ادي اللي فالح فيه اتحاد الكورة بتاع جمال علام اللي ملوش علاقة بكرة القدم ولا يفهم حاجة عن كرة القدم، بس هو عبارة عن عروسة ماريونيت بيتحرك من خلال اصابع هاني ابو ريدة. انتهى الفيديو بتاعنا، متروحش في اي مكان عشان هنكمل في اللايف بتاعنا. زي ما حضراتكم شفتوا الكلام اللي هو كاتبه، والكلام الاسلوب الرخيص اللي هو كاتبه، والكاريكاتير اللي بيعمله على الكابتن الخطيب باسلوب متدني وباسلوب غير محترم، في اصلا معركه. انا مفيش بيني ما بينك حرب، مفيش بيني ما بينك جدال. انا بقولك عايز نص نص التذاكر، بخاطب الاتحاد الافريقي مش بخاطبك انت يا مغرب. انت مالك يا مغرب؟ انت بلد عايز زيك زي اي بلد مستضيف للبطوله او مستضيف للنهائي، لكن انا بخاطب الكاف اديني نص البتاع. قال لك لا مش هديك النص، هديك 10,000 وهديك مش عارف ايه، وجمهور عام وجمهور خاص والهوسه. بقى الجمهور العام يعني لو ناس من ايطاليا ولا من امريكا ولا من فرنسا ولا من عايزين يجوا يتفرجوا على الماتش، تديهم اكتر من صاحب الارض ومن البلد اللي موجوده. وطبعا المفروض اصلا يبقى الملعب في مكان محايد، وزي ما قلنا كان في خطه بتتعمل وفي حركه بتتعمل وتمثيليه بتتعمل ان يتم السنغال تدخل، بعد كده السنغال تعتذر في اخر لحظه، روحوا معلنين مين اللي فايز، المغرب. كل ده حلو وجميل. طيب احنا نقاشنا بيننا ما بين بعض مش المفروض بالود وبالاحترام؟ نادي الوداد سواء اداره او جماهير او 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 مش موقوفين مع ايقاف التنفيذ عشان شغب الجمهور؟ انت عايز تحطني انا في وسط جمهورك ويبقى يتكرر؟ ما هو احنا كان عندنا ماساه في بورسعيد، فالإنسان الذكي هو اللي يتخطى العقبات ويحط السيء قدامه عشان لما يعمل حساب إن السيء ده يعني يحط حساباته هيتجنب أي مشاكل تحصل في المستقبل. يوم ماتش بورسعيد استفردوا بينا، عملوا عملتهم وكان اللي كان. فالنادي الأهلي ما ينفعش إن هو لازم يبقى فطين للأحداث اللي فاتت. ما ينفعش احط جمهوري في وسط جمهورك، لا خلي جمهوري في مكان مخصص وفي تامين عليه وفي حراسه عليه، دول ابنائنا. ما ينفعش الاداره تسيب ابنائها في الـ في الـ في المغرب كده وتسيبهم. لا يا حبيبي، مش النادي الاهلي، بتلوم على النادي الاهلي ان هو عايز يامن الـ مش الفريق، الفريق كده كده مؤمن، الجماهير بتامن الجماهير من الجماهير، من بطش جماهيرك، من قله ادب جماهيرك اللي بيضربوا بعض وبياكلوا بعض في المغرب. فاحنا بنقول لجمال سطيفي قطع لسانك لو تناولت الكابتن الخطيب بكلمة. بنعتز بالمغرب، بنحترمها،
نادي الرجاء على دماغنا واخواتنا وحبايبنا، نادي الوداد مفيش بيننا ما بينه اي علاقات، ولكن ما دام في احترام من الجانب هنا هيبقى في عندنا احترام من الجانب هنا. احنا مفيش بيننا ما بينكم اي حاجه، مفيش بيننا ما بينكم اي شيء. لو عايز تاخد البطوله بره الملعب يبقى امر تاني، احنا بنلعب كوره، فوز عليا بمجهودك هنقول لك الف مبروك لو قدرت ان انت تفوز عليا. لو انا فزت عليك في ارضك في وسط جماهيرك انت مطالب ان انت تقول لي مبروك، وانا تخطيت حدودي معاك في ان جمال سطيف ده قل ادبه على اداره النادي الاهلي وعلى رمز من رموز الرياضه المصريه هو الكابتن الخطيب. انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش عزيزي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. لو اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي لازم تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. اخواتي الاهلاويه المتواجدين معايا في القناه، لو انت مشترك في القناه اتاكد ان انت مفعل الجرس ومختار كل الاشعارات، لان قناتنا 17000 17000 منهم فقط 3000 بس اللي مفعلين زر الاشعارات والباقي مشتركين بس عادي. مشتركين ممكن يوصل لك كده، مش هيوصل لك الاشعار. انت لازم اصل احنا بننزل 3 فيديوهات بس مفيش غيرها. وبقول لاخواتي الاهلاويه تدخل المنتدى بتاعنا، المنتدى بتاعنا عباره عن صفحه اكنك قاعد في فيسبوك اكنك قاعد في تويتر. احنا بنوفر لك كل حاجه، بننزل اخبار، بننزل كوميك، بننزل سواء تصريحات او انتقالات او اخبار خاصه بالنادي الاهلي او منتخب مصر او الفرق الاخرى. فبنصحك تدخل المنتدى عندنا وتشارك وتخليك فعال، وكل لايك بتعمله لنا ده شكر منكم لينا، وانا مش طالب منكم غير اللايك فقط. ولو تشاركونا بالاشتراكات تعمل لنا مثلا شير هنا وهنا 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 ابقى كتر خيركم وابقى شاكر جدا جدا ليكم. اسف جدا للاطاله، كان معكم اخوكم هاني الشرقاوي والسلام عليكم.